السلام عليكم، بنرحب فيكم مرة ثانية. احنا لازلنا بنتكلم على القسم اللي خاص بحقوق الملكية او حقوق المساهمين. طبعا في هذا التدريب اللي ظاهر امامكم احنا حنتعرف كيف يمكن عمل presentation او disclosure للقسم اللي خاص بحقوق الملكية لشركة مساهمة. طبعا في بيقول في التدريب تبعنا لو اخذتوا بالكم بيقول انه في 1 يناير 2007 كانت ارصده حقوق الملكيه لشركه ويلر كالاتي: في عندي اسهم عاديه 1,000,000 سهم مصرح للشركه باصدارها. طبعا زي ما انتم عارفين في عندي اسهم مصرح بها، في عندنا اسهم مصدره، في عندنا اسهم في التداول، فكانه في اسهم متاح للشركه انها تصدرها كعدد كلي ومليون سهم زي ما انتم شايفين، وفي عندي أسهم مصدرة اللي هو تم إصدار مثلا من قيمته 500,000 سهم مثلا، ولكن اللي في الأسهم اللي الآن في التداول هي حاجة أقل من 500، كأنه ممكن الشركة يصرح لها بأنها تشتري جزء من الأسهم اللي سبق وأصدرتها. فزي ما قلنا في عندي أسهم مصرح بها، أسهم مصدرة، أسهم في التداول. معنى في التداول أن لا زالت متاحة، وهذه الأسهم في التداول هي الأسهم اللي عادة بنوزع عليها الأرباح. بيقول لي هنا المبلغ المدفوع بالزيادة في رأس المال عن قيمة اسمية حوالي 1,000,000 دولار، كأنه يعني كنا إحنا بنصدر الأسهم بمبلغ زيادة عن القيمة الاسمية لأنه أداء الشركة بيكون كويس عادة وفي عندنا أرباح مستبقة أو محتجزة. بيقول لي الأرباح المستبقة هي 600,000، لكن بيقول لي خلال عام 2007 الشركة أصدرت 50,000 سهم عادي في مقابل نقدية بمبلغ 125,000، و30,000 سهم عادي مقابل نقدية. بس الآن باعت السهم، هنا أعطاني مبلغ لكن هنا أعطاني يعني قيمة سوقية للسهم 4 دولار. هنا عودة الشركة اشترت 10,000 سهم في مقابل خزينة، كأن هذه أسهم نقدية، كأنها الشركة عادت عملت ري اكوزيشن للأسهم بتاعتها وشرتها بمبلغ 4 دولار للسهم. طبعا الشركة بتلجأ لشراء أسهمها من السوق لأسباب عديدة، أهمها أنه ممكن تعمل توازن في سعر السهم في السوق تبعها. طبعا ممكن هي عايزة تشتري الأسهم عشان تعملهم ريتيرمنت أو يعني تحيلهم للتقاعد أو تخلص أو تخفض من رأس المال. الحاجة الثالثة أنه ممكن تشتريهم بهدف توزيعهم على الكي ستاف أو الموظفين الرئيسيين بالشركة كنوع من أنواع الكمبنزيشنز والبروفيت شيرينج. فعشان كده هذه عملية شراء، لكن هنا عملية إصدار وبيع، إصدار وبيع. هنشوف يقول أنه الشركة كمان أعلنت وسددت نقدا توزيعات أرباح بقيمة 160,000، كأنها عملت إعلان ووزعت فعلا ما قيمته 160,000 دولار. صافي الربح المكتسب أو المحقق خلال الفترة هو عبارة عن 400,000، لأن بيقول لي المطلوب إعداد قسم حقوق الملكية في الميزانية العمومية في 31/12/2007. طبعا هنا معطيني هو قالب للجزء اللي خاص، هذا القسم اللي خاص بحقوق الملكية. هنا بده تفصيل الأسهم، طبعا تفصيل الأسهم بيكون كالآتي: احنا دائما نبدأ بالأسهم الممتازة، لكن لأنه ما فيش عندي أسهم ممتازة احنا حنبدأ بالأسهم مين؟ العادية. حاجة هقول هنا الأسهم، حاجة هقول الأسهم العادية. الأسهم العادية عشان أقولكم احنا ممكن نعملهم هنا توضيح، واجي أقول الأسهم العادية بتساوي في عندي بيقول لي 500 سهم أصدر وفي التداول، كأنه من 500 أصدروا وفي التداول، كأنه الشركة لحتى الآن ما شرت ولا سهم من أسهمها من السوق، فكأنه الأسهم العادية بتساوي 500,000 سهم اللي هم أصلا أصدروا في أول مرة أو بسموه الـ IPO أو الـ Initial Public Offering، وبعدين أصدرت 50,000 سهم عادي، كأنه في عندي كمان 50,000 سهم عادي، وبعدين أصدرت كمان مرة في عندي 30,000 سهم عادي برضو. طبعا نتكلم على 30,000 سهم عادي، هدول كلهم مضروبين في القيمة الاسمية، لأنه إحنا في هذا القسم بنضرب إجمالي الأسهم العادية في القيمة الاسمية للسهم أو ما يسمى بالبار فاليو، ومبين أن البار فاليو تبعتي هي عبارة عن 1 دولار، عشان كده هنا كنا حنضرب في 1 دولار للسهم.
تمام. هذا كان حيساوي طبعا مجموعهم اللي هو يفترض 550 580، او ممكن نجمعهم زي ما انتم عارفين، يساوي نفتح قوس ناخذ هذا وناخذ هذا زائد طبعا زائد هذا زائد هذا ونسكر قوس ونضرب بالقيمة الاسمية للسهم وبيعطيني 580 ألف دولار. هذه عبارة عن قيمة اسمية. طبعا قيمة اسمية زي ما انتم شايفين كنا حصلنا زيادة عن القيمة الاسمية حوالي مليون دولار، كأنه السهم كان ينباع بأكثر من قيمته الاسمية. عشان كده بقول هنا المدفوع في رأس المال بالزيادة عن القيمة الاسمية هو عبارة عن مليون دولار، وهذا بيشير على انه الشركة أداءها كثير مرتب. طبعا هنا بنقول الزيادة المدفوعة في رأس المال، هنا بقول المدفوع، عايز اقول المدفوع بالزيادة عن القيمة الاسمية للسهم. طبعا مبين انا في عندي زيادة اكتر من زيادة. اول حاجة في عندي اللي هم المليون هدول. نمرة اثنين في عندي هنا اذا بدكو هدول اصلا 50 ألف سهم مضروبين في 1 دولار، كأنه لو طرحنا 125 ألف دولار من 50 ألف دولار على اساس قيمة اسمية للسهم 1 دولار، بيعطيني المبلغ المدفوع او المحصل بالزيادة هنا. نمرة اثنين في عندي 30 ألف. هنا لاحظوا هنا أربعة قيمة السوقية للسهم 4 دولار لما بعناه، لكن قيمته الاسمية 1، كأنه المبلغ المحصل بالزيادة هو عبارة عن 30 × 3 دولار. عشان كده كنا حنقول هنا المبلغ المدفوع بالزيادة عن القيمة الاسمية بيساوي، حناخد أول حاجة عندي اللي هو عبارة عن مدفوع بالزيادة اللي هو المليون، طبعا زائد نفتح قوس تاني بنقول له اعطينا اللي هو الفرق بين التنين هذول، على اعتبار انه هذا 50 ألف سهم مضروب في قيمة اسمية السهم 1 دولار، فكأنه المفروض نحصل 50 ألف دولار، لكن احنا حصلنا 125 ألف، فكأنه الفرق بينهم هو المبلغ المحصل بالزيادة عن القيمة الاسمية للسهم. فكنا نقول يساوي، ونجيب الخلية هذه ناقص الخلية هذه، على اعتبار انه هذه مضروبة في 1 دولار للسهم، يعني دولارات مش أسهم. حاجة تانية أنه بدنا نضيف عليهم كمان المبلغ المدفوع بالزيادة، أنه أصدرنا 30 ألف قيمة سوقية للسهم حصلنا عليها 4 دولار، مع أنه قيمة الاسمية 1 دولار، كأنه المبلغ الزيادة هو حاصل ضرب هذا في هذا، بس مطروح منه 1 دولار، على أساس يساوي زي ما شايفين اللي هو زي ما قلت هذا ناقص، لأنه أنا بدي المبلغ المحصل بالزيادة. أنا بقول محصل بقول مدفوع، لأنه مرة بتكلم عنه لما الشركة بتحصل قيمته من المساهمين، ومرة بتكلم أنه المساهمين دفعوا حصتهم في رأس مال الشركة، فكأني بتكلم عن نفس الحاجة لما أقول مدفوع أو محصل. فهو محصل من وجهة نظر الشركة، مدفوع من قبل المساهمين، فقيمة حصة المساهمين في رأس المال بالإضافة للقيمة الإسمية للسهم هو عبارة عن 4 ناقص 1 مضروب في عدد الأسهم اللي شروها المساهمين. طبعا المعادلة هذه بدها شوية حسبة صغيرة عندما بنعملها، وهيك بنسكر قوس. طبعا زي ما انتم عارفين في عندي مجموعة أقواس بدها شغل، في عندي هذه بدنا نعمل هنا قوس، بدنا نعمل هنا قوس، وبعدين في قوس للكلي أظن هيك صح، مش مشكلة في قوس زيادة أظن الآن، أظن هيك زبطت. هو الأخير كان مش لازم. الآن هذا المدفوع بالزيادة عن قيمة الاسمية للسهم هو 1165، كأنه رأس المال مدفوع. هنا بقول هنا رأس، بعدين معك رأس المال المدفوع هو عبارة عن حاجتين، القيمة الاسمية للأسهم زائد المدفوع بالزيادة عن القيمة الاسمية. لو عملنا هيك هذا زائد هذا بيعطينا هذا رأس المال المدفوع، لأن بيجينا عندنا حاجة اسمها الأرباح المستبقى، إذا بدكم الأرباح المحتجزة، فهذه بتساوي الآتي.
خدوا بالكم، في عندي انا محتجز في بدايه الفتره لو 600,000، وفي بدي اضيف عليهم، انا عملت ارباح خلال العام 400,000 وزعنا منهم بيقول سددت نقدا 160,000 كتوزيعات ارباح، كانه ما تم احتجازه من ارباح العام اللي هم 400,000 هو الفرق بينهم. عشان كده كنت حقول يساوي، واجي هنا عربي نعمل هيك، هذا ناقص هذا، وسكر قوس، كانه الارباح في نهايه عام 2007 ايش بيساوي؟ بيساوي ارباح في بدايه عام 2007 زائد ما تم احتجازه في نهايه عام 2007. 2007 ارباحها كانت 400,000، وزع 160 كانه الفريق تم استبقائه او حجزه، هذا بدنا نضيفه على بدايه الفتره بيعطيني ارباح محتجزه او مستبقاه في نهايه الفتره. طبعا لو عملنا كده بيعطينا المبلغ. الان اللي بيجيني هان هو عنوان اسمه راس، يعطيني راس المال المدفوع والارباح المستبقى. ليش بنقول عنوان هذا؟ لانه هذا مش كله راس مال اللي حيطلع معنا، جزء منه راس مال، جزء منه ارباح مستبقى، جزء منه تمويل من قبل المساهمين، وجزء منه تمويل ذاتي من خلال الارباح المحتجزه او المستبقاه في الشركه بهدف اعاده استثمارها. عشان كده كنا حنقول كده ونعمل كده ويعطينا هذا قيمه راس المال المدفوع والارباح المستبقاه. بس خذوا بالكم في البند رقم 3 بيقول لي اشترط 10,000 سهم، وتو اتفقنا ليش الشركه ممكن تشتري اسهمها من السوق، لكن لاحظوا الشراء هنا يمثل تخفيض لراس المال. طبعا الشراء قد يكون زي ما قلت مرات نعمل ريتيرمنت، ممكن نعمل توزيعات على الكي ستاف، او ممكن نعطي يعني زي كومبنسيشنز للموظفين الرئيسيين، في اسباب كثيرة، ممكن نعمل استابيليتي في الستوك برايس تبعنا في الاكستشينج. على كل الاحوال في عندي 10,000 دولار، 10,000 سهم مضروب في 4 دولار، هذا قيمة الأسهم، بنقول عنها تريجر ستاكس أو أسهم نقدية، هذه بتمثل تخفيض لحقوق الملكية إذا بدكم، أو حقوق أو لقيمة رأس مال الشركة. عشان كده هنا كنا حنقول يطرح، بدنا نحط هنا هيك يطرح هنا الأسهم النقدية. الأسهم النقدية زي ما تو حكيت بيساوي عدد الأسهم اللي تم شراها مضروب في 4 دولار للسهم، بنحط هنا القيمة السوقية وليس القيمة الدفترية. طبعا هذا بيكون بالسالب زي ما انتم عارفين لأنه هذا تخفيض قلنا. عشان كده بيكون إجمالي حقوق الملكية حيكون مجموع التنين هذول مع بعض، رأس المال مدفوع والأرباح مسبقة ناقص التخفيض اللي حصل من خلال شراء أسهم مين؟ أسهم عادية. وهذا بيكون إجمالي حقوق المساهمين في نهاية الفترة. طبعا الكلام اللي حطيناه وشرحناه هنا كان ممكن نحط كتفصيل او شرح للتفصيلات، لكن احنا تقريبا حطيناه هنا في نهايه الفيديو. اتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا كيف يتم عمل برزنتيشن او ديسكلوجر للقسم اللي خاص بحقوق المساهمين. شكرا.